ظهور لها على الشاشة دون موافقة والدها، ولكن أقنعته فيما بعد لتشارك بمسلسل أعلام العرب عام 1992 وهي في سن 16. دراسة علم النفس، لكنها بعد ذلك دخلت قسم الإعلام والصحافة في التعليم المفتوح. لها عدة أعمال مسرحية منها صانع المطر والعصفورة السعيدة عام 1992، خارج السرب عام 1999. أعمالها الدرامية في رمضان 2019 مسلسل سلاسل الذهب ومسلسل مسافة أمان بدور سارة. على نفسها ونجحت في تجسيد الأدوار التراجيدية والكوميدية والشامية والتاريخية وكذلك الأدوار الاجتماعية. ترفع النجمة كاليس بشار في الغياب التام عن المقابلات التلفزيونية وإجراء المقابلات وتمتنع عن التصريحات الصحفية مهما كانت الظروف والأسباب. يحرص كاريس على أن يجمع بينها وبين طليقها الشادي علاقة صداقة واحترام متبادل، وهو ما كان واضحا من